نعم، يعني نستطيع القول بأن هناك غضب شعبي كبير هنا في واشنطن، مظاهرة أمام البيت الأبيض تحمل عنوان خط أحمر، نحن خطك الأحمر، في رسالة واضحة لبايدن. بايدن سبق وقال يعني في حال دخلت إسرائيل إلى رفح وقتلت المدنيين فهذا سيكون خط أحمر. إسرائيل تجاوزت ذلك بكثير، دخلت إلى المستشفيات، إلى المخيمات، وقتلت الآلاف من المدنيين والأبرياء، والبيت الأبيض والإدارة الأمريكية لا تحرك ساكنة. فوقفة اليوم هي وقفة غاضبة، الجميع هنا يرتدي اللون الأحمر في إشارة إلى الخط الأحمر. المتظاهرون يقومون بتطويق البيت الأبيض من كل الجهات باللون الأحمر. بعد قليل أيضا سيكون هناك محاكمة رمزية شعبية للإدارة الأمريكية ولكبار المسؤولين للضغط أكثر على إدارة الرئيس بايدن لوقف التمويل، لوقف الدعم الكامل الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل من تقديم المساعدات العسكرية والمزيد من الأسلحة. صحيح كانت البيت الأبيض أعلن عن إيقاف شحنة الأسلحة، ولكن سرعان ما كان هناك شحنة أخرى من الأسلحة في طريقها إلى إسرائيل. كل هذا يعني المتظاهرون ينددون بما تقوم به الإدارة الأمريكية، خاصة وأن كل هذا التمويل العسكري لإسرائيل هو من دافعي الضرائب الأمريكيين، لذا حالة الغضب الشعبية من خلال المتظاهرين، من خلال الكلمات التي نسمعها تباعا على المنصة أمام البيت الأبيض هي كلها كلمات غاضبة. الجدير بالذكر بأن ليس فقط محيط البيت الأبيض هو ما يشهد هذه المظاهرات، مختلف الشوارع في العاصمة تشهد مظاهرات، ولكن الجميع تجمعوا هنا. نستطيع القول بأن العدد تقريبا بين 2 إلى 3 آلاف متظاهر. نستطيع القول بأن هذا المظاهرة هي واحدة من أكبر تقريبا المظاهرات التي جرت مؤخرا في العاصمة الأمريكية، أو أقله عندما بدأت إسرائيل تلوح باجتياح رفح. هذا المظاهرة هي مستمرة، مزيد من الضغوطات على الإدارة الأمريكية ومزيد من الطلبات لوقف الدعم الكامل. تمام. الجدير بالذكر أيضا بأن هذه المظاهرة هي ليست فقط في العاصمة واشنطن، وإنما هناك العديد من المدن الأمريكية وكبرى المدن الأمريكية تشهد مظاهرات مماثلة. وتحدثت مع المنظمين منذ قليل، هم قالوا بأن كل الاحتجاجات والمظاهرات التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية هي بدأت تأتي بنتائج إيجابية على إدارة بايدن، ما يعني بأن العقاب سيكون في صناديق الاقتراع. كان هناك انتخابات محلية، انتخابات تمهيدية الأسبوع الماضي في العاصمة واشنطن، وكلمة غزة وحدها فقط حصدت على 8% من مجمل الأصوات، ما يعني بأن المعركة والمحاسبة ستكون كبيرة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن غضب الشارع الأمريكي من مختلف الأعراق والديانات والجنسيات هو كبير تجاه الإدارة الأمريكية.